في اليوم ده 19 يناير سنة 1268 استرد المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس مدينة يافا من الصليبيين. وفي نفس اليوم ده سنة 1809 ولد الشاعر والكاتب الأمريكي إدغار ألان بو. وكمان في اليوم ده سنة 1839 احتل الأسطول البريطاني بقيادة هانس ميناء عدن باليمن. وفي اليوم ده 19 يناير سنة 1883 شغل توماس أديسون أول نظام إضاءة كهربائي. وفي نفس اليوم ده سنة 1899 فصلت بريطانيا السودان عن مصر وأطلقت عليه السودان المصري الإنجليزي. وكمان في اليوم ده سنة 1993 انضمت جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا لمنظمة الأمم المتحدة.